اهلا وسهلا بابنائنا طلاب الصف السادس الابتدائي مع حلقه جديده من حلقات منهج الرياضيات تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. النهارده هنتكلم عن درس جديد في الهندسه اسمه السعه. ايه السعه دي وايه علاقته بالحجم وحجم متوازي المستطيلات وهل السعه دي برضو تعتبر حجم ولا لا؟ كل ده هنتعرف عليه في حلقتنا النهارده. تعالوا مع بعض كده واحده واحده نشوف ايه معنى كلمه السعه. الدرس بتاعنا بيتكلم عن السعه. ايه معنى كلمه السعه؟ وهل يا ترى السعه ليها علاقه بالحجم؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده. اول حاجه هنتكلم فيها ونقول ايه هي السعه؟ بيقولك هي حجم هي ايه؟ حجم. يعني مثلا السعه هي هي الحجم اه. طب ليه بنقول يعني كلمه جديده؟ طب ما خلاص ما احنا عرفنا الحجم وايه هو حجم متوازي المستطيلات وحجم المكعب والحجم ده هو نقيس الفراغ اللي جوه. قلنا كلمة جديدة لأنه بنستخدم كلمة الساعة دي في حجم الفراغ الداخلي لأي مجسم ولكن يستخدم دايما لفظ الساعة دي مع السوائل يعني لو بقيس حجم الفراغ الداخلي ده والفراغ الداخلي ده بنحط فيه سائل لكن لما بنحط معدن أو حاجة مثلا قطع شوكولاتة أو قطع صابون أو قطع أي حاجة صلبة بنقول حجم الحاجة لكن لو الحاجة دي سائلة بنقول الساعة بتاعتها فما معنى كلمة الساعة هي حجم الفراغ الداخلي لما تقيس حجم الفراغ الداخلي للمجسم ده اللي بيتحط فيه سائل بنقول عليه أحيانا الساعة زي مثلا حضرتك حجم مثلا الايه البانيو دوت البانيو ده النهاردة هيتملي سائل يبقى نقول الساعة بتاعته مش حجمه طب اللي حضرتك المعلقة الصغيرة دي برضو حضرتك بتحط بيها سائل يبقى حضرتك النهاردة نقول الساعة للسائل لكن لو حضرتك حاجة صلبة بنقول الايه الحجم طيب هل الساعة دي النهاردة ليها وحدات قياس تاني برضه غير وحدات قياس الحجم؟ لا هو في تكامل ما بين وحدات قياس الساعة ووحدات قياس الحجم لإنه تاني الساعة هي حجم. طب إيه الوحدات الجديدة اللي إحنا هنقولها هي مش وحدات جديدة ولكن هي وحدات بلفظ مختلف بمعنى وحدة قياس الساعة النهاردة مثلا عندنا وحدتين جداد سميناهم اللتر والملليتر طب يا مستر ما انت لسه بتقول النهارده انهم مش جداد برافو، مش جداد فعلا لان اللتر ده هو هو الدي سي متر المكعب اللي كنا بنقيس بيه من الحجوم اه لما كنا بنتكلم. وبفكر حضرتك ان الدي سي متر المكعب ده لما كنا بنوصفه كنا بنقول هو مكعب طول حرفه واحد ديسي او طول حرفه 10 سنتي. فالمكعب ده اللي طول حرفه 10 سنتي لو انا ملقته سائل وبدات حضرتك اتكلم على حجم السائل اللي جوه ده اللي بيملى المكعب اللي طول حرفه واحد دي سي فباجي بدل ما اقول حجمه اقول السعه وبدل ما اقول حجمه واحد دي سي متر مكعب اقول حجمه بدل حجمه هقول سعه واقول السعه بتاعته لتر يبقى تاني ايه هو اللتر هو بيساوي بالظبط الدي سي متر المكعب طيب في وحده تاني اه في وحده تاني صغيره اصغر من اللتر اسمها ملي لتر طب الملي لتر ده اللي هو برضو وحده جديده لا هو هو السنتيمتر المكعب ولكن يقال كلمة ملي لتر لو أنا بقيس الحجم ده والحجم اللي جوه ده عبارة عن سائل فبدل ما أقول حجمه 3 سنتيمتر مكعب أقول 3 ملي لتر يبقى عندنا وحدات جديدة للسعة هي اسمها اللتر والملي لتر طب ما تيجي نعملهم بقى في تكامل كده ما بين وحدات الايه السعة ووحدات الحجوم عشان نحطهم كلهم مع بعض جميل هنعمل كده فعلا بس قبل ما نروح لوحدات الحجوم وندخل وحدات قياس السعة دي معاهم نفكر حضرتك انه الديسي متر المكعب كان بينه وبين السنتيمتر المكعب ألف فكذلك اللتر والملي لتر لما تيجي تحول بينهم هيبقى برضو وحدة التحويل بتاعتهم هو ألف يعني لو اللتر الواحد هتقول فيه ألف سنتيمتر مكعب أو ألف ملي لتر الاتنين صح وباكد تاني على حاجه انه اسمه لتر لان بعض الطلبه لما نيجي نقول له وحده قياس الساعه يقول لي اللتر مكعب مفيش اسمها لتر مكعب اسمه لتر فقط ولا في حاجه اسمها ملي لتر مكعب لا اسمه ملي لتر فرجاء ناخد بالنا من الكلام ده كويس طيب تعالى ناخد بقى الوحدتين دول ونحطهم من ضمن وحدات قياس الحجوم ونكمل الخريطه بتاعه الوحدات كلها وحدات قياس الحجوم احنا كنا واخدين وحدات اساسيه كده المره اللي فاتت كنا مرتبينهم على ايدينا كده من الصغير للكبير لو تفتكر كان اصغر حاجه اسمها ملي متر مكعب سنتيمتر مكعب دي سي متر مكعب ومتر مكعب سيب الاول والاخير وامسك الاثنين الصغيرين دول هم اللي هنسمي واحد منهم لتر وواحد اسمه ملليلتر اللتر هو الدي سي متر مكعب زي ما قدام حضرتك كده الصباع ده اللتر اللي هو الديسي متر مكعب وده الملي لتر اللي هو السنتيمتر مكعب وقلنا دايما بينهم هيبقى ألف طيب نكمل باقي الوحدات بتاعتنا يبقى كان قبل اللتر الأكبر منه بقى مين؟ متر مكعب والأصغر منه خالص الصغير خالص اللي أصغر من الملي لتر الملي متر مكعب وبنفكر حضرتك إن لما بنحول من كبير لصغير بنضرب يعني من متر مكعب للتر نضرب في ألف ومن لتر الملي لتر نضرب في ألف ومن لتر الملي متر مكعب نضرب في ألف والعكس لو هنبتدي بالصغير يبقى بنقسم على 1000 تعال نقولهم تاني بقى كده بالراحه يبقى هنبتدي من الصغير هنا كده اصغر صابع عندي اهم ملي متر مكعب ها سنتي متر مكعب دي سي متر مكعب متر مكعب اقفل إيه الاول والاخير دول والصابعين الصغيرين دول اللي هم اللي في النص دول واحد منهم الصغير ده اسمه ملي لتر والتاني ده اسمه لتر يبقى اللتر والملي لتر هم الدي سي متر مكعب ها والسنتي متر مكعب برافو طيب دول كده يا مستر هنستفيد بينهم ايه اول ما تسمع ان في وحدات قياس يبقى لازم هيبقى في تحويل لازم يبقى في تحويل طيب تعال نشوف هنحول ازاي وازاي احول من لتر الملي متر مكعب ومن لتر المتر مكعب مع اعتبار القاعده الاساسيه في التحويل وهو انه الوحده الكبيره بتتضرب اما الوحده الصغيره بتتقسم طيب تعال نعمل كده بس تعال قبليها نبص على بنك المعرفة كده مع بعض في شوية أسئلة كده ويوضح لك التكامل بين الوحدات بتاع الحجوم ورجاء ركز معاه كويس وحاول تجاوب معاه يعني اسمع كده وبص عشان تعرف تتعلم وتقدر تكتسب مهارة التعلم الذاتي يعني. نتفرج مع بعض ونشوف. وحدات السعة هي وحدات مهمة تتداخل مع بعضها بعضا بطريقة أو بأخرى. إذا كنت تريد أن تعرف كيف يحدث ذلك اضغط على الأيقونة الأولى في المثال الأول هل تستطيع التحويل بين الوحدات الموضحة اللتر والديسيمتر والمكعب والسنتيمتر المكعب حسنا لنبدأ بالجزء الأول بما أن واحد لتر يساوي واحد ديسيمتر مكعب إذن واحد لتر وربع يساوي واحد وربع ديسيمتر مكعب ولكن كما تعرف أن الواحد والربع يمكن أن تكتب بشكل عشري هكذا واحد وخمسة وعشرين من مئة وبما أن الواحد ديسيمتر مكعب يساوي ألف سنتيمتر مكعب أي أن واحد وخمسة وعشرين من مية لتر في ألف يساوي ألف مئتين وخمسين سنتيمتر مكعب باختصار للتحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة يجب علينا الضرب. الآن اضغط على أيقونة التالي لتتناول العديد من الأمثلة. في المثال الثاني هل تستطيع تحويل الوحدات للحصول على الجزء المجهول؟ تذكر أنه عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة يجب عليك الضرب. وبما أن المتر الواحد يساوي مئة سنتيمتر، إذاً واحد متر مكعب في مئة ثلاثة مرات يساوي مليون سنتيمتر مكعب. لذلك إذا ضربنا سبعة من عشرة متر مكعب في مليون سيساوي سبعمائة ألف سنتيمتر مكعب. هنا هل تستطيع تحويل ملليلتر إلى سنتيمتر مكعب ولتر؟ حسناً، إذا نظرنا إلى القيمة المجهولة الأولى. ستجد أن القيمة الناقصة ستكون نفس العدد لأن واحد ملي لتر يساوي واحد سنتيمتر مكعب لذلك 2700 ملي لتر يساوي 2700 سنتيمتر مكعب ثم لنحول من ملي لتر إلى لتر يجب عليك أن تقسم على ألف لذلك 2700 ملي لتر على ألف يساوي وسبعة من عشرة لتر عموماً عند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة يجب علينا القسمة الآن أنت انتهيت من الأمثلة ماذا لو قمنا بحل الكثير من المسائل على وحدات الساعة؟ تعالوا بعد ما شفنا الفيديو وعرفنا القاعدة الأساسية في التحويل هو أنه لما بنحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بنضرب ومن وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة بنقسم تعالوا مع بعض ناخد بقى أمثلة احنا مع بعض ونحلها سويا كده على الوايت بورد يلّا مع بعض اه تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا النهاردة اه على نفس الموضوع اللي هو إزاي نحول من وحدات اه الحجوم ووحدات الساعة أول سؤال بيقول لي 56 ألف سنتيمتر مكعب بتساوي كام لتر طيب تاني طلع إيدك كده بالراحة إيه سنتيمتر مكعب الرقم النهارده اللي انا عايز احوله موجود جنب السنتيمتر مكعب السنتيمتر مكعب اللي هو الصابع ده يا مستر اهو طيب انا عايز احوله لايه للتر للتر ده اللي هو اللي بعده خد بالك تاني الملي لتر واللتر دول الصابعين اللي في النص دول ايه في الاول والاخير يبقى انا عايز احول من صغير لكبير يبقى انا هاخد الرقم ده ببساطه شديده جدا اللي هو خمسة ستة ودي التلات اصفار يعني ستة وخمسين الف هقسم على كام يا مستر على الف تعالى نشيل كده الثلاث اصفار دول يبقى حضرتك الناتج يدينا كام 56 لتر موضوع بسيط طيب ناخد كمان سؤال 25 من 100 متر مكعب متر مكعب متر مكعب ده اكبر حاجه يا مستر في وحدات الحجوم الصابع الاخير الكبير ده عايز احوله لايه للتر اللتر والملي لتر دول الصابعين دول ده يا مستر اللتر ايوه اللي هو حضرتك الدي سي متر المكعب طيب يعني انا عندي متر مكعب اكبر حاجه وعايز احوله لاصغر منه يبقى حضرتك هضرب هاخد الرقم الجميل ده اللي هو 25 من 100 واقوم عامل علامه فيه طب هضرب في كام بص كده المتر المكعب اهو وادي اللتر يا مستر بينهم مفيش بس غير مره واحده كده يا مستر 1000 يبقى هضرب في ألف تعال نضرب في ألف احرك العلامه ثلاث ارقام يبقى 250 لتر موضوع بسيط جدا ناخد كمان سؤال تسعة واتنين وخمسين من مية لتر برضو الرقم الجميل ده ناخده كده بص حلها في سطر واحد اهو تسعة واتنين وخمسين من مية لتر لتر يا مستر اه اللتر اللي هو ده احنا قلنا الملي لتر واللتر هم السبعين دول اللتر هو الكبير وده الملي لتر اصغر منه شوية افتكر دايما كده اللتر عايز احوله لايه لملي لتر يعني اصغر منه يعني معنى كده ان الرقم هنا بالكب... عند الوحدة الكبيرة يا مستر يبقى هنضربه عايز احوله للصغير يبقى حضرتك اضرب في كام تعالى كده ادي اللتر وادي الملي لتر يبقى في الف نضرب في الف يا مستر يبقى حضرتك تسعة خمسمية وعشرين اللي هو حضرتك حرك العلامة هنا ثلاث ارقام طيب تعالى نشوف كمان سؤال 72000 ألف لتر ملي لتر ميم لام لام ملي لتر عايز احولها للتر طيب تاني كده 72000 ملي لتر ملي لتر واللتر هم دول طب ملي لتر الصغير اه يبقى انا هنا وعايز احول للكبير الصغير يا مستر ما يضربش نقسمه يبقى 72000 الف هنقسم على كامل ملي لتر واللتر ورا بعض يبقى هنقسم على الف بس لما نقسم على الف التلات أصفار دول مع التلات أصفار دول يعني يا مستر 72 لتر موضوع بسيط طيب ناخد كمان سؤال سبعة وخمسة من عشرة لتر عايزها متر مكعب لتر اللي هو هنا متر مكعب اه الاكبر منه يعني معنى كده ان انا عندي الرقم عند اللتر الصغير وعايز للاكبر يبقى الصغير ده ما يتضربش يا مستر ده يتقسم برضه يبقى أقول سبعه وخمسه من عشره دي لتر عايزين نقسمها على ألف يرجع بقى معايا سنه خمسه كده سنه خمسه ابتدائي كان القسم على الف بنحرك العلامه ناحيه الشمال على حسب عدد الاصفار دول ثلاث اصفار يبقى هنحرك ثلاث ارقام يبقى هتتحرك دي رقم ومحتاج صفرين يبقى اكتب خمسة سبعة وحط صفرين وادي العلامة اللي هي تتقري خمسة وسبعين من عشر تلاف متر مكعب تسعة واثنين وخمسين من مية ملي لتر عايزها ملي متر مكعب ملي لتر اه اللي هم دول واحد منهم ده لتر وده ملي لتر عايزها ايه بقى ملي متر مكعب ده اصغر حاجة يبقى يا مستر الرقم هنا عند الكبير وانا عايز احوله صغير الكبير يا مستر بنضربه لكن الصغير ما تضربوش يبقى هضرب في كام؟ تعالى كده دول ورا بعض يبقى 1000 بس يا مستر برضو. نضرب في 1000 يبقى 9520 ملم مكعب. طيب لو انا قبل ما نروح للسؤال اللي بعده لو انا عندي لتر وعايز احوله لديسي متر مكعب اضرب؟ لا. طب اقسم؟ برضو لا. طب امال اعمل ايه؟ لا تضرب ولا تقسم نفس القيمه اللتر والديسي متر مكعب هما هما. طيب تعالى ناخد شويه ملاحظات كده بسرعه. مسائل السعة كلها دايما هتلاقيها بتتكلم على سائل لان السعة اصلا هي عبارة عن الحجم ولكن حجم سائل يعني. فدايما هتلاقي في مسائل السعة بتتكلم على سائل زي مية أو زيت أو بنزين أو سولر أو عسل أو عصير أي سائل بقى أيا كان. تاني معلومة أو تاني ملاحظة لاحظناها إنه دايما مسائل السعة لما تيجي نحلها المسائل اللفظية اللي هناخدها دلوقتي لما نيجي نحلها دايما بنحلها كأنها مسائل حجم. سواء بقى الحجم ده حجم مكعب أو حجم متوازي مستطيلات. يعني حاجة حجم مكعب هنحط قانون حجم المكعب طول الحرف في نفسه في نفسه حجم متوازي مستطيلات يبقى حضرتك يبقى الطول في العرض في الارتفاع او مساحة القاعدة في الارتفاع او حاصل ضرب ابعاده التلاتة نحلها حجم عادي خالص بس اللي هيزيد عليها انه هنيجي خطوة اخيرة الحجم الاخير اللي طلع ده دايما هنحوله يا اما اللتر يا اما الملي لتر لو بنتكلم على حجوم صغيرة طب ما تيجي ناخد تمارين كده على مسائل لفظية بقى تعال ناخد كده المسائل اللفظية بتاعتنا وناخد أول مسألة عندنا نشوف بتقول إيه حمام سباحة على شكل متوازي مستطيلات أو حمام سباحة ده بيبقى هو إيه سائل مية طيب أبعاده من الداخل 40 متر و30 متر و1.8 من عشرة متر طيب أول ما اسمع لغاية هنا كده حمام سباحة وعلى شكل متوازي مستطيلات احنا قلنا هنعملها كأنها حجم يبقى الطبيعي ان انا هكتب اول حاجه ايه حجم متوازي المستطيلات برافو تعالى نكتب كده يبقى اول خطوه عندي حجم متوازي المستطيلات طب ما متوازي المستطيلات ده على شكل ايه يا مستر حمام سباحه يبقى ممكن تكتب برضو حجم حمام السباحه اه ما فيش مشكله طيب اكتب بقى الابعاد دي واضربها في بعض اه حاصل ضرب ابعاده الثلاثه يبقى الخطوه الثانيه هكتب حجم حمام السباحه 40 في 30 في واحد و بس رجاء نتاكد ان كلهم وحدات من نفس النوع كلهم بالمتر الناتج بتاعنا يطلع 2160 وخد بالك حجم يبقى وحده مكعبه نفس متر بس احط عليها متر مكعب طيب خلصت المسألة لا خد بالك دي حضرتك مسألة سعة لأنه حمام السباحة ده فيه سائل وحتى هو في الآخر بيقولك اوجد ايه سعته باللترات هنزود خطوة بس آخر خطوة هقول بقى السعة النهاردة بتاعة حمام السباحة دي هاخد الحجم اللي طلع ده وحول من متر مكعب اللي هي أكبر وحدة في الحجوم إلى اللتر متر مكعب ولتر دول ورا بعض يبقى حضرتك المتر مكعب ده الكبير يتضرب في 1000. اضرب في 1000 يطلع لي الناتج هنا يا مستر يبقى خد بالك الناتج دي سعه يبقى في الاخر خالص وحده القياس اللتر. كامل سعه يا مستر بعد ما اضرب هيبقى 2 مليون و160 الف لتر، ده حضرتك سعه حمام السباحه من الماء اللي جواه. طيب ناخد مساله كمان. إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل 30 سنتيمتر لغاية هنا المسألة بتاعتي يا مستر مكعب عادي أروح أجيب حجمه طيب جميل تعالى نعمل كده يبقى النهاردة أول خطوة هكتبها أقول حجم المكعب حجم المكعب إيه القانون بتاعه طول الحرف في نفسه في نفسه طب طول الحرف مديهوني آه 30 سنتي يا مستر وده مكعب أيوة وده طول الحرف بتاعه طب ما نعوض بقى يبقى حجم المكعب 30 في 30 في 30 يعني 27 ألف سنتيمتر مكعب ده لغايه الجزء ده تعال نشوف بعد كده بيقول ايه ملئ بزيت الطعام اه ده سائل يبقى شكل المساله دي هتبقى سعه برافو حتى هو بص بيقول لك ايه هات سعته طب يا مستر ده السعه دي سهله اخد الحجم اللي طلع واحوله الى لترات برافو يبقى انا في المساله عملت معاها حجم عادي زي ما قلنا واللي بيطلع في الاخر احوله للتر طيب هو الحجم ده بايه بالسنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب فين يا مستر مليمتر مكعب ها سنتيمتر مكعب برافو هو ده حوله بقى اللتر لتر اقفل إيه الاتنين دول ده ملي لتر وده لتر يبقى حضرتك هتحوله للي جنبه يبقى حضرتك ألف بس طب انهي اكبر السنتيمتر مكعب ولا اللتر لا اللتر اكبر يا مستر اهو يبقى حضرتك الرقم ده هنقسمه نقسمه على كم يا شباب على ألف يلا نقسم 27 على ألف بس بعد اذنك اهم حاجه اكتب انت بتجيب ايه ما تقعدش تكتب ارقام مباشره بس اكتب دي سعه المكعب او سعه الايه الماء او الزيت اللي جوه النهارده 27 على 1000 يدينا 27 لتر طيب خلاص خلصت المساله لا احنا كنا بنقرا المساله الرياضه دايما بجزأها باخد جزء جزء كده في مطلوب تاني بقى بيقول لي اذا كان ثمن اللتر الواحد 9.5 جنيه احسب ثمن الزيت كله طيب اللتر الواحد ب 9.5 جنيه طب وانا عندي لتر واحد لا انا حسبت السعه بتاع المكعب ده لقيت فيه النهارده ما شاء الله 27 لتر طب كل لتر ب 9.5 جنيه معرفش اجيب الثمن بتاع الايه اللترات دي كلها بسيطة يا مستر حضرتك اللتر بتسعة ونص جنيه يبقى حضرتك النهاردة السبعة وعشرين لتر دول هضربهم في تسعة ونص يبقى من هنا أول ما أسمع كلمة ثمن يبقى مسألة ضرب يبقى ثمن الزيت ده كله اللي داخل المكعب سبعة في تسعة ونص يدينا 256.5 وخمسة من عشرة وخد بالك الثمن يا إما بالجنيه يا إما بالقرش هو هنا النهاردة كان بيقول بالجنيه تمن اللتر يبقى الإجمالي برضو بالجنيه مسائل جميلة بتاعة الساعة زي الحجم بالظبط. مثال كمان إناء على شكل متوازي مستطيلات أبعاده من الداخل 10 سم و20 سم و30 سم لغاية هنا مسألة حجم عادي يبقى هروح أجيب حجم متوازي المستطيلات يلا يا مستر نجيبه. حاصل ضرب أبعاده الثلاثة اضرب 10 في 20 في 30 تدينا 6000 سنتيمتر مكعب. تعال بقى بص كده إيه مليئة بالعسل بس يا مستر هتقلب ساعة لأن ده سائل. فاذا كان ثمن اللتر من العسل 25 لا استنى ما تجيبش الثمن مش انت عرفت ان هو مولي بالعسل يبقى حضرتك النهارده حول الحجم ده الى لترات طيب ده يا مستر سنتيمتر مكعب لسه قايلين سنتيمتر مكعب للتر بنقسم على 1000 احفظهم لانهم بيجوا كتير من سنتيمتر مكعب للتر نقسم على 1000 ومن لتر لسنتيمتر مكعب نضرب في 1000 نقسم على 1000 ونكتب بدل حجم نكتب كلمه ايه سعه الاناء طلعت كام الساعة يا مستر؟ 6000 على 1000 يبقى الإناء ده فيه 6 لتر بس، 6 لتر إيه؟ عسل. طيب حضرتك اللتر الواحد بقى تعالى ده ثمن يبقى هنضرب اللتر الواحد بكام؟ ب 25 جنيه، وأنا عندي فيه كام لتر؟ 6. يبقى هضرب 6 × 25 وقبل ما تعمل عملية الضرب تكتب لي ثمن الإيه؟ ثمن العسل أو ثمن الإيه؟ العسل اللي داخل الإناء. يبقى 6 × 25 يبقى العسل ده بالاناء بتاعه النهارده هيدينا 150 جنيه، مسألة برضو ظريفة وجميلة. ناخد مسألة كمان وعاء به 12 لتر من العسل، ده هنا يا مستر مديني الحجم جاهز، جميل كويس قوي ويا ريت حجم بس ده كمان مدوني على شكل سعة. 12 لتر من العسل معايا اناء فيه 12 لتر عسل، طب عايز يعمل فيهم ايه؟ هيفرغهم في زجاجات صغيرة، يعني عندي ازايد صغيرة وعايز افضي العسل الكبير ده اللي 12 لتر فيهم. فما ينفعش يجوا في ازازه واحده اكيد هيتقسموا بقى يطلع كذا حاجه طب تعرف تقول لي كام ازازه اجيبهم اه طبعا اعرف دي مساله انا عارفها يا مستر اي مساله عدد بجيب الحجم الكبير واقسمه على الحجم الصغير اجيب الحجم الكبير واقسمه على الحجم الصغير يديك العدد على طول طب جميل يا مستر يلا نقسم لا استنى ممنوع حضرتك النهارده تبقى وحده باللتر وحده بالسنتيمتر مكعب دول وحدتين مختلفتين الحجوم لازم تكون نفس الوحدة عشان أعرف أقسم طب ما أنا بعرف أحول آه حول بقى الكبير دايما لو معاك صغير وكبير حول الكبير طب ليه ما نحولش الصغير هو مش غلط ولكن عشان ما يطلعش فيها علامة عشرية ويطلع فيها كسور يبقى أول خطوة هنا في المسألة يا مستر هنبدأ نحول ال 12 لتر دول إلى سنتيمتر مكعب تعال ناخدهم كده على جنب 12 لتر ها لتر لسنتيمتر مكعب لتر لسنتيمتر مكعب ها احفظها بقى بتيجي كتير قوي نضرب في ألف يبقى 12000 ألف سنتيمتر مكعب ده الحجم الكبير طب عايز تحطهم في أزايز قد إيه كل واحدة بتشيل ربعمية بس يبقى حضرتك اقسم ال 12000 ألف دول على الربعمية بنقول عليها دي مسألة عدد 12000 على 400 يا مستر يدينا على طول عدد الزجاجات يطلع 30 30 ايه بقى انت عايز عدد الزجاجات يبقى اكيد 30 زجاجه يبقى انا النهارده معايا 30 زجاجه مليانه عسل كل زجاجه منها حجمها 400 سنتيمتر مكعب مسائل السعه والحجوم تحس انهم بيكملوا بعض مساله كمان اناء على شكل متوازي مستطيلات بعد قاعده من الداخل 25 سم سنتيمتر و30 سم طبعا بعد القاعده دول اللي هم الطول والعرض يا اساتذه طيب وارتفاعه 42 سم جميل يبقى انا اقدر اجيب حجمه صح طبعا بس هنا في مساله بقى فكره جميله او انت لو جبت حجمه خلاص اوكي تمام بس بيقول لك وضعت بداخله كميه من السولار ارتفاعها يساوي ثلث ارتفاع الاناء بص على الكلمه دي جميله قوي يعني معنى كده ان السولار مش مالي الاناء للاخر تخيل كده ادي متوازي المستطيلات اهو 42 ده الارتفاع بتاعه 30 سم خمسة 25 سم دول بعدي القاعده بتوعهم بس انا حطيت فيه سولار لغايه هنا بس كده يبقى الارتفاع بتاع السولار ده مختلف عن ارتفاع الاناء الاناء كله 42 انا تلته بس طب ما احنا عايزين نعرف تلته ده قد ايه يبقى اول خطوه هنا هجيب ارتفاع السولار يبقى تلت في ارتفاع الاناء اضرب في القيمه اللي هو قايلها هو بيقول تلت مين ارتفاع الاناء يبقى تلت في 42 ده يدينا ارتفاع السولار السولار هنا مالي قد ايه طيب بعد ما اجيب ارتفاع السولار عايز حجم السولار، يا سلام ده سهل قوي، يبقى هقول بقى الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، بس ده حجم السولار يا مستر، ما السولار ده سائل، فياخد طول وعرض الإناء اللي فيه والارتفاع هو اللي هيبقى مختلف اللي احنا هنجيبه. بعد كده عايز السمن نعملها مسألة ضرب، طب ما تيجي نعمل كده يا مستر، يبقى أول خطوة هنجيب الارتفاع بتاع السولار، السولار ده قد إيه يا مستر؟ تلت لـ42، يبقى تلت في 42 يطلع كام؟ 14 سم يبقى المسافة دي بقت 14 سم. طيب أنا عايز بقى حجم السولر يبقى الطول اللي هو 30 في العرض في الارتفاع بتاع السولر بس اللي هو 25 اللي هو 14 سم ده يا مستر. يلا نجيب الحجم بتاع السولر ده حجم السولر الطول في العرض في الارتفاع، الطول 25 في 30. طبعًا الأبعاد دي ممكن طول وعرض الاثنين يختلفوا يعني. 25 في 30 في 14 لأن أنا بجيب السولر مش الإناء كله، لو الإناء يبقى في 42. بقى 10000 وكام و500 سنتيمتر مكعب طيب يا مستر مش انت قلت ده سائل اه اخد الحجم بعد ما اطلعه احوله الى لترات تعال نعمل كده يا مستر سعة السولر بقى اللي في الإناء ده كل اللي أنا هعمله من سنتيمتر مكعب للتر خلاص حفظناه يا مستر نقسم على ألف يبقى اقسم إيه على ألف يطلع عشرة ونص لتر يبقى كل السعة بتاع السولر اللي جوه ده عشرة ونص لتر عايز تمنه؟ آه نعمل مسألة ضرب بسيطة نضرب عشرة ونص دي يا مستر في كام؟ في أربعة ونص اللي هو تمن الإيه اللتر الواحد يبقى حضرتك عشرة ونص في أربعة ونص يدينا سبعة واربعين وخمسة وعشرين من مية جنيه ده سعر السولر اللي موجود طيب معانا مسألة تاني مضخة تصب 60 لتر من الماء كل دقيقة في حوض على شكل متوازي مستطيلات أبعاده من الداخل من ما الزمن اللازم لا واحدة واحدة كده مستر أنا عندي مضخة بتصب مية بس بتصب قد إيه؟ 60 لتر من الماء كل دقيقة اه دي محساني كده انها مسألة مقارنة ما بين حاجتين برافو عليك 60 لتر في كل دقيقة طب يا مستر النهاردة الإناء ده يقدر يشيل قد إيه يقدر يشيل يا مستر النهاردة مش عارف ما هو ما بس هو قايل لك انه الاناء ده على شكل متوازي مستطيل ومديك ابعاده يعني تقدر تعرف حجمه اه طبعا طب لو عرفت حجمه مثلا وطلع 30 لتر مثلا يبقى ده يقدر يشيل 30 لتر ما يقدرش يشيل اكتر من كده يعني حاجة عايز تفهمنا يا مستر ان في الاول اروح اجيب حجم الاناء ده حجمه وبعدين اجيب سعته كمان عشان اعرف اعملها تعال نعمل كده يبقى اول خطوه النهارده اجيب حجم الحوض ده او حجم الاناء اضرب الابعاد الثلاثه 2 متر في 1 ونص متر في 1 متر يبقى الحوض ده بيشيل 3 متر مكعب بس احنا النهارده كنا بنقيس باللتر لانه ده سائل يبقى هناخد القيمة دي زي ما اتفقنا نحولها إلى لترات. متر مكعب للتر اه ده كبير يا مستر متر مكعب نضرب في الف يبقى نيجي نقول سعة الحوض 3000 لتر. الحوض بيشيل 3000 لتر، طيب هو 3000 لتر هو المضخة دي كانت بتصب قد إيه؟ بتصب 60 لتر كل دقيقة، 60 لتر كل دقيقة. طب ما تيجي نعملها نسبة، بص كده ربطنا الجبر بالهندسة، 60 لتر ها؟ كل دقيقة أدي نسبة تعال بقى نحولها كمان لتناسب طب أنا لو عايز بقى النهاردة التلات آلاف لتر دول ياخدوا وقت قد إيه أو عامل يساوي وأقوم عامل نسبة تاني وأحط ال 3000 لتر قصاد ال 60 لتر وأحط تحت س بقى مستر أنا مش عارف كام أهو يلا نعمل المقص بتاعنا الجميل التناسب الجميل بتاعنا يبقى حضرتك هنقول السين بتساوي ها السين دي اللي هي تمثل الزمن اللي هيتملي 3000 لتر فيه فيبقى الزمن اللازم لملء الحوض ها مين الرقم اللي قصاد السين الستين نزلها لي تحت يا أستاذ واضرب الرقمين التانيين فوق 3000 واحد يبقى 3000 واحد على 60 الزمن بتاعنا يطلع كام يا مستار 50 50 ايه انت كنت بتقيس هنا بالدقيقه يبقى 50 دقيقه مسائل الساعه مسائل جميله جدا وبسيطه قوي وبتربط كمان معايا مسائل الحجوم نتمنى ان احنا نكون لمينا معنى الساعة ومسائل كتير خدناها على الساعة وتدريبات كتير نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من الدرس النهاردة ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع تمنياتنا لكم بكل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.